بص، دول التلاتة دايجنوز بس أنا سميتهم بأساميهم. يعني هو نورمال دايجنوز 9/10، البنومنا 2، مش عارف الكوفيد كذا. هو بيجيب أكبر واحد ويقول لك التشخيص هو كذا. مثلا نشوف واحد تاني، نورمال. شوف البنومينا، ادي التلاتة فولدر اللي انت هتعمل تيست عليها. نورمال بنومينا، طبعا في نسبة خطأ كده زي ما اتفقنا. تمام، هي في واحدة اللي قريت غلط بس كده. تمام، الكوفيد بس كده.